السلام عليكم بابا. الصوت إن شاء الله واضح، إذا أكو أحد يكتب لي بالشات الصوت واضح. إن شاء الله. السلام عليكم بابا. اليوم محاضرتنا الأولى بالأسبوع الثالث طبعاً بالإنفكشن إميونيتي موديول، هو أول محاضرة راح نأخذ بها يعني ريل إنفكشن أو إنفكشيوس ديزيز اللي هو أكيوت سيبسيس. الأكيوت سيبسيس طبعاً هي كيس important يعني emergency case. راح نبدي في المقدمة طبعاً السلايد الثاني اللي هو الانتراكشن بين between the pathogen and the patient والميكانيزم، هذا فد يعني إن شاء الله راح نرجع له بنهاية المحاضرة أن تبقى على المايكرو أورجانيزم and infection اللي راح نأخذه اليوم، بس هذا مراجعة للمحاضرتين أو للأسبوعين الأولى اللي احنا يصير عندنا interaction between pathogen and patient, mechanism of entry أو infection اللي راح نشوفه هنا inhalation lead to infection، وناخذ المانجمنت والسيكولي اور الاوتكم او ذا انفكشن. هنا ايضا خذنا هذا بالاسبوع الثاني اللي هي البيشنت فاكتور، قسمناها 3 امبورتنت لمبس اللي هي ريليتد فاكتور ريليتد تو بيرسون تايم اند بليس، وراح نشوفها بالكيس مالتنا وبالانفكشن اللي راح ناخذه اليوم. طبعا عندنا كيس، الكيس افضل يعني السلايدين هاي او الثلاث سلايدات اللي يتمثل الانترودكشن تو ذا كيس اباوت ذا دايجنوسيس ذا مانجمنت ديفرنشال دايجنوسيس اللي عندنا فيميل هي عمرها 19 سنه كوليدج ستودنت ان ذا دورماتوري ليفينج يعني بالقسم الداخلي، وصار عندها هذا وذ اكيوت سيبسيس اند مينينجايتس. افضل يعني ناخر هذا السلايد يعني الهيستوري والاكزامينيشن نهاية المحاضرة أو وسط المحاضرة نتطرق له. نبدأ كمقدمة، أرجو شوية يعني تعيرون انتباهكم وياي. إحنا راح نبدأ في مقدمة حتى نفتهم الموضوع. كنا أخذنا إذا تذكرون ماخذين بموديول الميكانيزم أوف ديزيز، ماخذين إنفلاميشن أو الانفلاماتوري ريسبونس. رجاء ركزوا وياي لأن راح إحنا من نبدأ هاي المقدمة والميكانيزم أوف سيبسيس راح نفتهم كل المحاضرة إن شاء الله. خذنا موضوع موضوع الانفلاميشن وقسمنا الانفلاميشن بالميكانيزم أوف ديزيز حسب ما أتذكر إنه ماخذي إلى أكيوت أند كرونيك. اليوم موضوعنا على الأكيوت انفلاميشن. Acute inflammation يعني acute inflammatory process. Inflammation in general هي defense mechanism أو protective mechanism against any insult. إذن هي a protective against أي اعتداء يتعرض للجسم. الـ insults, type of insult, أنواع الاعتداءات هي ممكن نقسمها إلى خمس أنواع. الـ first one اللي يخص طبعاً محاضرتنا اليوم اللي يسبب لي الانفلاميشن هو الانفكشن. الانفكشن due to viral, bacterial, fungal or parasitic. ثاني انسل ثاني اعتداء هو الفورين بودي، ممكن كريستال، ممكن نفس الشوتشر هاي خيوط الشسمة او اي فورين بودي تسبب الانفلاميشن. الثيرد كوز or third insult هو what is called التروما، اي تايب اوف تروما، ممكن penetrated or closed، ممكن thermal، ممكن physical, chemical and etc. النوع الرابع من الاعتداء من الانسلت هو tissue necrosis. tissue necrosis واهم مثال ممكن ان ناخذه هو myocardial infarction. طبعا النكروزيس due to chemical ايضا or physical. النوع الخامس من الانسلت هو الهايبر سنسيتيفيتي، وهذا يخص الكرونيك انفلاميشن. اذا عرفنا خمس انواع، اهمها اربعه هي الانفكشن، التروما، الفورين بودي اند التيشو نيكروسيس. هاي الاربع انواع هي الانسلت اللي الجسم كبروتكتيف ميكانيزم راح برودوس الانفلاميشن او الانفلاماتوري بروسيس. الانفلاميشن
مثل ما عرفنا. إذا كان simple inflammation, simple insult اللي هو ال cause أو ال trigger أو ال stimulus of inflammation, مرات أدي simple acute inflammation مثل عندي boil أو simple injury in the skin. هنا what is called ال inflammatory response راح يظهر على شكل five features اللي هي نسميها ال cardinal signs وما أخذيها كنا ودارسيها. اللي هي أول واحدة الهيت, البين, السويلنج, الريدنس, and loss of function. هذني خمسة فيتشر نسميها الكاردينال ساينز, هي الفيتشرز of acute inflammatory response. زين, إذا ممكن كاردينال فيتشر نسميها acute inflammatory response. طبعا البروسيس اوف انفلاميشن, اول شيء اكو اعتداء, اكو انسلت باي مايكرو اورجانيزم اور فورين بودي اور تروما مثل ما قلنا. هذا الفيرست ستيب. السكند ستيب الاميون سيستم بالاكيوت. طبعا السيلز, هي الاميون سيلز المهمه هي النيوتروفيل, تحاول ريموف الفورين بدي أو كل ذا مايكرو أورجانيزم. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة ريموف أو إليمينيت ذا ديد تيشو, راح عندنا يصير أيضا دامج تو ذا تيشو هوست تيشو. المرحلة الرابعة هي ريبير أو ذا إنجر تيشو. إذا بداية إنسلت, ريموف أو إليمينيت ذا مايكرو أورجانيزم أو الفورين بدي. المرحلة الثالثة هي eliminate or remove, clean the tissue. المرحلة الأخيرة هي healing of the injured tissue. ونساهم بالinflammation طبعا the blood vessels, the white PC, the cytokines اللي هي molecule تساهم لي بالregulate between the action of the immune cells. وأيضا أدي ال other factors. بس أهم three component of the body here, blood vessels, the white PC, molecules. هاي كلها مدخل لمحاضرتنا. احنا خدنا ال cardinal signs with local inflammatory response, سلميناها cardinal signs. بس عندي ايضا اذا ال inflammatory response مو simple, يعني inflammation مو simple, يعني moderate or severe, راح associate with this local and what is called the systemic feature. Systemic feature, عندنا two important systemic feature كنا نعرفها of inflammation, اللي هي the fever, increase in the temperature, يعني the hyperthermia. هاي مو local feature, مو ضمن the cardinal signs. The second type هو increase in the number of white PC, وبالأكيوت خاصة النيوتروفيل. هاي عندنا two feature مو local. زين, راح يجيني مصطلح أسميه systemic inflammatory response syndrome. طلاب هسه احنا دخلنا بالمحاضرة, هذا كلها كانت introduction. systemic inflammatory response عندي four important feature. Four important feature in systemic inflammatory response اللي هي تكون لي what is called syndrome المتلازمة, تجميع أربع features, clinical features. زين بابا, produce what is called systemic inflammatory response syndrome. احنا عندنا inflammation, عندنا systemic response, إذن systemic inflammatory response تكون لي syndrome. فعندي هذا المصطلح SIRS اللي هو Systemic Inflammatory Response Syndrome. احنا ايش نقصد بالسيستميك؟ اذا عندي هناك مو الكاردينال ساين كانت local, هي local inflammatory response features. لا, احنا هنا عندنا syndrome اذا توفرت لي these
فيتشر الأربعة، أطلق عليه what is called the systemic inflammatory response syndrome. الأربعة شنو؟ الـ temperature، الـ heart rate، الـ respiratory rate، والـ white PC. مثل ما نشوفها بهذا السلايد. إذا توفرتني two of these four، اثنين أو أكثر of this systemic feature، نقول this patient with systemic inflammatory response syndrome. الفيتشر نعيدها، التمبريتشر، بس التمبريتشر إما increase in temperature يعني hyperthermia يكون أكثر من 38 درجة، أو hypothermia اللي هي أقل من 36 درجة. الهارت ريت يكون أكثر من 90 بيت بير مينت. الريسبيراتوري ريت يكون أكثر من 20 بير مينت. الوايت بي سي إما leukocytosis يعني increase in the white PC بس يكون أكثر من 12,000 لكل مليمتر مكعب، أو أقل من 4,000 لكل مليمتر مكعب من الدم طبعا. يعني إما عندي leukocytosis or leukopenia. To offer two or more of these feature نقول this patient introduce or with systemic inflammatory response syndrome. إذا هذا المريض دخل بالسيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. عندنا many causes of systemic inflammatory response syndrome. هو أي inflammation، بس الانفلاميشن ما يكون سمبل، يكون مور سيفير، ممكن أدي يعني المايوكارديال انفاركشن يسبب لي، ممكن عندي أي سيفير تروما، أي سيفير بيرن، البنكرياتايتس والانفكشن and etc. طبعا انا اللي يهمني هنا هو الانفكشن طبعا، بس مو سمبل انفكشن، عندي شنو مودريت تو سيفير انفكشن. ممكن برودوس تو اوف ذيس فور فيتشرز، الاربعه اللي عددناها، ونقول البيشنت دخل وذ سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. هسه افتهمنا سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم هو سيستميك ريسبونس due to insult. الانسلت اللي يهمنا هو الانفكشن هنا. زين، كنا نرجع للسلايد اللي ورا القبلة طبعا، ورا ما افتهمنا السيستميك انفلاماتوري ريسبونس سيندروم. عندنا مصطلحات كنا سامعين بالبكتريميا. البكتريميا هو presence of viable bacteria circulate with the bloodstream. اذا عندنا بكتيريا حية موجودة circulate with the bloodstream، بس ممكن هاي symptomatic or asymptomatic. زين، عندنا أيضا viremia، إذن وجود الفيروس بالبلد with feature أو without clinical feature. عندنا fungemia أو عندنا parasitemia يعني وجود الباراسايت أو وجود الفنجس. زين، هنا بعض الأحيان عندنا مصطلح آخر التوكسيميا. التوكسيميا presence of toxin يعني microbial toxin circulate with the bloodstream. زين، أيضا التوكسيميا ممكن with feature أو without clinical feature. زين، نجي المصطلح السبتسيميا أو السبسيس. السبتسيميا والسبسيس نفس المصطلح، بس هسه حاليا يعني نادرا ما يستخدمون التيرم سبتسيميا، تيرم يستخدمون السبسيس أو الأكيوت سبسيس. الأكيوت سبسيس شنو نقصد به؟ الأكيوت سبسيس هو systemic inflammatory response syndrome، يعني patient with two or more of these four features، الأربعة اللي عددناها، due to the presence of bacteria or its or pathogenic microorganism or their toxin or both in the bloodstream. يعني السبسيس هو يعني كمعادلة، إذا أريد، أو السبتسيميا هو مثل يعني آخر سطر بهذا السلايد بالأزرق،
هو systemic inflammatory response syndrome. أدي two feature أو ثلاثة أو أربعة من هذني الأربعة اللي عددناها. بسبب شنو؟ بسبب وجود المايكرو أورجانيزم أو التوكسين مالته أو اثنين هن بالبلد. إذن السبسيس هو systemic inflammatory response due to إما infection مؤكد أو infection مفترض documented or presumed. بس يا infection مو أي infection حتى نقول هذا سبسيس، لا الانفكشن اللي يكون موجود بالبلاد، يعني وجود المايكرو أورجانيزم أو التوكسين أو اثنينهم بالبلاد، وجود التو فيتشر أور مور، هذا أقول أكيوت سبسيس. زين بابا؟ زين. إذن السبسيس أول مرحلة هو الأكيوت سبسيس. زين، هذا دخلنا هسه إحنا بصلب المحاضرة. الأكيوت سبسيس عرفناه هو systemic inflammatory response syndrome زائد infection، إما presumed مفترض أو يعني إحنا ما متأكدين من 100% بس أدنى قراءة هواية، أو هو شنو documented يعني مؤكد. زين، هذا نطلق عليه acute sepsis. والinfection عرفناه حتى يعني يسوي لي السبسيس هو وجود الميكروأورجانيزم pathogenic أو التوكسين مالته أو اثنين هن بالبلد، يعني مو أي infection. يعني حتى لو عندي مثل severe pneumonia أو severe UTI بس ما دخل البكتيريا أو الميكروأورجانيزم للبلاد أو التوكسين مالته، حتى لو أكو sign of systemic inflammatory response syndrome بس عدم وجود البكتيريا أو التوكسين بالبلاد، ما أقدر أقول هذا sepsis. أقول patient with systemic inflammatory response syndrome بس ما أقول sepsis. بس وصول البكتيريا أو التوكسين أو اثنينهن للبلد مع توفر الـ two features of systemic inflammatory response syndrome، أقول هذا دخل بالأكيوت سبسيس. إذن أول مرحلة هو systemic inflammatory response syndrome زائد infection، وعرفنا نوع الانفكشن حتى يسوي لي السبسيس. نجي هذا أول step بالسبسيس اللي سميناه أكيوت سبسيس. طبعاً increased severity راح ندخل بالسكند stage. السكند ستيج شنو؟ السكند ستيج نفس الفيتشر مال الاكيوت سبسيس اللي هي قلنا سيستميك انفلاماتوري ريسبونس زائد وجود المايكرو اورجانيزم او التوكسين او بوث ان ذا بلاد، هذا الاكيوت. السيفير سبسيس بالاضافه لهذني هو شنو؟ عندنا اذر تو فيتشرز، اما ساينز اوف هايبوبرفيوجن تيشو or organ hypoperfusion and or الهايبوتنشن. الهايبوتنشن إذن الأكيوت سبسيس عرفنا يعني SIRS زائد infection، عرفنا شنو نوع الانفكشن. السيفير سبسيس بالإضافة للفيتشر مال السبسيس عندنا hypoperfusion of organ or tissue زائد hypotension، وهسه هذين الاثنين راح ناخذهم لما نعرف الميكانيزم. شنو علائم الهايبوبرفيوجن اورجان هايبوبرفيوجن؟ مثلا عندي شنو؟ عندي الاسيدوسيس، عندي ديكريز ان يورين اوتبوت يعني اوليجوريا، تشينج ان ذا منتال ستيتس، عندنا اللاكتيك اسيدوسيس. هسه راح ناخذها ان شاء الله ونفتهم شنو هاي المصطلحات وليش الهايبوبرفيوجن تؤدي لي هاي الفيتشر، وايضا عندي الهايبوتنشن. بس الهايبوتنشن بالسكند ستيج اللي هو سميناه سيفير سبسيس، ممكن ارجع البلد بريشر تو نورمال باي اي في فلويد، يعني الريسيتيشن وذ اي في فلويد انكريز ذا بلد بريشر تو نورمال ليفل. والهايبوتنشن اعتمد هنا بالسكند ستيج الى اذر كرايتيريا، بالاضافه لانه اني اقدر ارجع للنورمال وذ اي في فلويد، كون المين ارتيريال بريشر هو اقل من 70، وسنعرف شنو المين ارتيريال بريشر. اذا مو كل هايبوتنشن هو اعتبره انه دخل هذا الشخص بالسيفير سبسيس، يكون المين ارتيريال اقل من 70 والبلد بريشر ممكن ارجع للنورمال وذ اي في فلويد.
هسه راح ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بالسلايدات الجايه. الثيرد ستيج اللي نسميه سيبتيك شوك. اذا الفيرست ستيج هو اكيوت سيبسيس، السكند ستيج هو سيفير سيبسيس، الثيرد ستيج كولد سيبتيك شوك. هو نفس السيفير سيبسيس نفس الفيتشر، قلنا سيستميك زائد انفكشن زائد هايبوبرفيوجن اوف اورجان زائد هايبوتنشن بالشروط الاثنين زائد. اذا هو سيفير سيبسيس، بس شنو فرقه عن السيفير سيبسيس؟ بانه هنا انا ما اقدر ارجع البلد بريشر للنورمال ليفر وذ اي في فلويد، بينما السيفير سيبسيس الهايبوتنشن ممكن ارجع البلد بريشر تو نورمال باي ريسيتيشن وذ اي في فلويد. الفورث ستيج اللي هو فيري سيفير ستيج هي المالتي اورجان فيلر او المالتي اورجان ديسفانكشن. المالتي اورجان ديسفانكشن هنا عندي يعني هي الاند ستيج اوف سيبسيس، راح يصير عندي مالتي يعني ماني اورجانز وذ فيلر او وذ سيفير ديسفانكشن. مثلا عندي كيدني فيلر، اكيوت كيدني فيلر، عندي اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم يعني لانج فيلر، عندي ليفر فيلر، عندي جوز انكريز انتراكرانيال بريشر، عندي دي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كوغوليشن. زين بابا، وكل ما عبرنا ستيج السيفيريتي راح تكون اكثر اوف سيبسيس والمورتاليتي ريت اكثر. هسه نجي للميكانيزم اوف، نرجع للسلايد هذا. طبعا احنا حتى نفتهم هاي الاستيجات، حتى نفتهم الكلينيكال فيتشرز اوف سيبسيس، نفتهم المانجمنت والدايجنوسيس، كون نفتهم الباثوجينيسيس او الميكانيزم اوف سيبسيس. طبعا هنا هذا السلايد هو كل 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 مايكرو انجانيزم يصير attachment with the tissue, interaction with the host defense, toxin production, inflammation ممكن host damage. هاي كمراجعة طبعا احنا للمحاضرات السابقة. زين احنا هنا نجي للميكانيزم of sepsis بابا، بس يعني ركزوا وياي شوية ايفونا. احنا عندنا سلايد، يعني السلايد هذا لت يعني كلش تركزون عليه، بس انتبهوا على اللي راح اشرحه هسه. احنا ايش عندنا؟ عندنا لو نرجع قلنا السيبسيس هو انفكشن، بس الانفكشن يكون ويا سيستميك انفلاماتوري، وانفكشن يعني بين قوسين هو انفكشن اوف ذا بلاد، لان المايكرو اورجانيزم موجود بالبلاد وموجود ايضا وين؟ التوكسين مالته او بوث. زين احنا عندنا المايكرو اورجانيزم ممكن يعني يكون source of this infection. شلون عبر المايكرو اورجانيزم للبلد or its toxin or both؟ يكون عندنا local infection، في severe local infection. فعندنا many causes of sepsis، يعني localized infection that lead to sepsis. أهم source or common source هو an infection of the urinary tract، يعني urinary tract infection. عندنا infection of the lung خاصة النيمونيا، والinfection of the peritoneum البيريتونيتس. هاي أهم source of sepsis نعيدها، ال UTI النيمونيا lung infection والinfection of the peritoneum البيريتونيتس. ال other cause عندنا other many cause بس هي أقل أهمية، عندنا skin and soft tissue، يعني مثلا عندنا skin infection wound infection، عندنا الجي اي تي انفكشن والسنترال نيرفس سيستم انفكشن اند اذر انفكشن. هاي بس ليس امبورتنت از ا سورس اوف يعني سيبسيس ذان ذا اليو تي اي النيمونيا اند بيريتونايتس. احنا ايش نعرف؟ ان المايكرو اورجانيزم قسمناها الى فور تايبس: بكتيريا، فيروسز، فانجاي اند باراسايت. اهم كوز كمايكرو أورغانيزم lead to sepsis هو البكتيريا، بحيث حوالي 99% وأكثر
هي ديوب تو بكتيريا. فاحنا لما نسمع مصطلح السبسيس او الاكيوت سبسيس او السبتيسيميا احنا مغمضين، نقدر هذا نقول بكتيريال سبسيس. زين، كلش قليل يعني اقل من 1% هي ديو تو باراسايت، ديو تو فايرال فيري رير، او ديو تو فانجاي فيري فيري رير. اذا المين او الفيري كومن كوز اوف سبسيس هو البكتيريا. البكتيريا مثل ما نعرفها هي جرام نيجاتيف اند جرام بوزيتيف. 50% تقريبا هي ديو تو جرام نيجاتيف بكتيريا. زين بابا، وش لايت اقل شويه من الخمسين هي ديو تو جرام بوزيتيف بكتيريا. اذا شويه الجرام نيجاتيف شويه اكثر، ولا هسه بدت الجرام بوزيتيف ايضا تزيد يعني، وممكن اذا يعني احصاءات جديده ممكن مساويات او حتى الجرام بوزيتيف بكتيريا، لان النيمونيا وال يعني انترا فاسكولار انفكشن قاعد تزيد فزيدت لي الجرام بوزيتيف. بس عموما هن متقاربات. زين، الجرام نيجاتيف بكتيريا اذا تتذكرون من محاضره الدكتور رعاليه، اكو السيل وول اللي يهمنا هنا بالسبسيس. طبعا السيل وول اكو اختلافات، ثلاث اهم اختلافات بين الجرام نيجاتيف والجرام بوزيتيف. بابا، اهم اختلاف بالجرام نيجاتيف عن الجرام بوزيتيف هو يحكيني وين الجرام نيجاتيف الاوتر ممبرين. الاوتر ممبرين يحتوي الاندوتوكسين، لان احنا الجرام نيجاتيف تحتوي على what is called الاندوتوكسين اللي هو جزء من السيل وول اوف بكتيريا، جرام نيجاتيف بكتيريا، اللي هو شنو موجود وين بالاوتر ممبرين. واكثر البكتيريا هي تحمل الاندوتوكسين اللي هو اهم نوع هو اللايبوبوليسكرايد. اللايبوبوليسكرايد هو الاندوتوكسين الموجود بالاوتر ممبرين اوف ذا سيل وول اوف جرام نيجاتيف بكتيريا، بينما الجرام بوزيتيف ما تحتوي اوتر ممبرين، ما تحتوي اندوتوكسين اللي هو لايبوبوليسكرايد. ايش تحتوي الفرق الثاني بين الجرام بوزيتيف؟ تحتوي التايدوكلايكان اللي يكون ثيك مثل ستاف اوريوس او الستاف الستريبتيب بايوجينز. الستاف اوريوس كمثال تحتوي جرام بوزيتيف هي البيبتايدوكلايكان. البيبتايدوكلايكان يشتغل شغل الاندوتوكسين تسبيب السبسيس. زين بابا، اذا الجرام نيجاتيف بكتيريا تحتوي على الاوتر ممبرين، الاوتر ممبرين هو اللي يحتوي على الاندوتوكسين اللي نسميه باكثر الجرام نيجاتيف خاصه الباسيلاي لايبو بوليسكرايد، بينما الجرام بوزيتيف ما تحتوي على اندوتوكسين، تحتوي على البسيم وول البيبتايدوكلايكان اللي يكون ثيك اللي هو شنو يشتغل شغل الاندوتوكسين. هذا كله حتى نعرف الباثوجينيسيس اوف سبسيس. زين، اليوم بمحاضرتنا الكيس الفيميل هاي عمرها 19 سنة اللي هي كوليج ستودنت مثل ما عرفنا. هاي البيشنت بس ما نرجع، هاي البيشنت يعني كانت بالكوليج دورماتوري بالقسم الداخلي او السكن الجامعي. طبعا السكن الجامعي بعض الاحيان كوليج رقم يكون اوفر كراودد، يعني كلوز ليفينج كونديشن، اكو اوفر كراودينج ان ذا ستودنت ان ذا ليفينج. زين، انه بالليل كانت يعني حالتها طبيعيه فيت ويل، مباشره يعني تخربط وضعها، صارت انويل بسرعه بسرعه، انه صار عندها هاي فيفر، سيفير هيديك، ابدومينال بين، نوزيا، فوتوفوبيا. زين، مسل بين، يعني كلش صار وضعها كلش يعني يخوف، يعني دريدفول. زملائها اخذوها وزميلاتها اخذوها للاميرجنسي ديبارتمنت. بالاميرجنسي ديبارتمنت انه شافوا يعني الفايتال ساين كلها يعني ابنورمال، انه هايبوتنشن، سيفير هايبوتنشن، الفيفر هاي، التمبريتشر هاي، يعني البلس ريت عالي، الريسبيراتوري ريت عالي. زين، اكو نيك ريجيتيتي، اكو شافوا
يعني بتكيال اكو بليدنج بالسكين اي شخصه، وهي يعني ان جنرال انه هاي الكيس هي وذ اكيوت سيبسيس و سسبكتد من انجكتس. زين سووا بلاد كلتشر طلع شنو اجرام نيجاتيف دايب ديبلوكوكاي اللي هي شنو البكتيريا طلعت بالسلايد هسه مثل ما راح نشوف ان شاء الله انه اكو بكتيريا سو يعني سحبوا دم زرعوا بالكلتشر ميديا بعدين سووا السلايد الدايجنوستس طلع بانه هاي انفكتد اكو بكتيريا بالبلاد اذا عندي بكتيريميا. هاي البكتيريا هي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف عفوا بس ديبلوكوكاي كوكاي مو باسيلاي. اذا هي ما طول جرام نيجاتيف هي تحتوي على الاندوتوكسين بس ما طول كوكاي الكوكاي ما عندي بالاندوتوكسين هو اللايبو بوليسكرايد نسميه لايبو اوليغوسكرايد وحتى لو سميته لايبو بوليسكرايد ماكو اشكال. يعني بالاوتر ممبرين مثل ما نشوف هذا السلايد، هذا السلايد يمثل لي السيل وول والسيتوبلازميك ممبرين. السيل وول اوف جرام نيجاتيف يحتوي لي الاوتر ممبرين مثل ما نشوفه ضمن السيل وول. هذا الاوتر ممبرين هو شنو يحتوي الاندوتوكسين اللي هنا جرام نيجاتيف كوكاي نسميه مو ليبو لايبو بوليسكرايد نسميه لايبو اوليغو لان السكر اقل. إذا تحتوي أندوتوكسين بالأوتر ممبرين. بعد إيش عندي؟ عندي هاي البلس. البلس هذا بروز يعني خيطي من السيل وول. هذا important for attachment to the of bacteria to the يعني mucosal surface. بعد إيش عندي خارج السيل وول؟ مو عندي هذا السيل وول اللي هو قسم من الأوتر ممبرين. خارج السيل وول. أدي كبسول بهاي البكتيريا اللي هي جرام بوزيتيف كوكاي على شكل دايب دبلو كوكاي ثنائية. أكو كبسول الكبسول هي بوليسكرايد كبسول. هذا خارج يعني عندي سيتوبلازميك ممبرين عندي سيل وول أوتر تو ذا سيل وول هو الكبسول اللي هي بوليسكرايد كبسول. The diagnosis of this bacteria here, what is called Neisseria meningitis. زين بابا اللي هي جرام نيجاتيف كوكاي تحتوي على اندوتوكسين سميناه لايبو اوليغوساكرايد مو مثل البقيه اللي جرام نيجاتيف باسيلاي نسميها لايبو بولي لان الشوغر هنا اقل اللي هو الاندوتوكسين وايضا تحتوي الاوتر كبسول اللي هي بوليسكرايد كبسول. زين هنا عندنا بينما بالجرام بوزيتيف قلنا البيبتايدوكلايكان هو اللي يشتغل مهم بالسبسيس. نجي هسه بس بابا يعني ركزوا لي على الأقولة هسه. هذا احنا عندنا السلايد الباثوجينيسيس كلش مهم حتى نفتهم الفيتشرز. اذا احنا هنا قلنا انه عندي انفكشن اوف ذا بلاد سميناه بكتيريميا due to Neisseria meningitis بهاي البيشنت اللي هي عمرها 19 سنة student, college student سميناه هو جرام نيجاتيف كوكاي. إذا يحتوي على الأوتر ممبرين يحتوي على الاندوتوكسين. الاندوتوكسين سميناه لايبو أوليغوساكرايد. الأذر جرام نيجاتيف باسيلاي مثل الإشيكريكيا كولاي and other يعني intestinal جرام نيجاتيف تحتوي على الاندوتوكسين ايضا لان هي ايضا جرام نيجاتيف بكتيريا بس نسميه لايبو بوليسكرايد مثل ما نشوفه بوسط هذا المخطط. ايفو المخطط لا تباعوا بس انتبهوا على كلامي. هنا هاي الاندوتوكسين بهاي البكتيريا قلنا اما لايبو اوليغو سكرايد بالجرام نيجاتيف كوكاي او هي جرام يعني لايبو بوليسكرايد بالجرام نيجاتيف باسيلاي. بالجرام بوزيتيف عندنا البيبتايدوكلايكان. نيجي هسه للاندوتوكسين اللي هي لايبوبولي او لايبو اوليغوساكرايد. هنا افتر البكتيريا وين موجوده بالبلاد افتر لايسيس تتحطم لان هي جزء من
الأوتر ممبرين اللي هو بالسيل وول تطلع لي شنو؟ الإندوتوكسين بالبلد اللي هي لايبوبوليسكرايد أو لايبوأوليغوسكرايد أو بالجرام بوزيتيف هو البيبتايدوكلايك أي في نفسه من الجرام بوزيتيف. طلعت الإندوتوكسين بالبلد صار عندي إذن بكتيريميا يعني البكتيريا بالبلد زائد التوكسين لأن هي إندوتوكسين بالبلد. زين هنا هاي الإندوتوكسين الـ LPS أو الـ LOS راح ترتبط وين؟ بريسبتر with the macrophage أو المونوسايت راح أكتيفيت الماكروفيج to produce massive amount of what is called a pro-inflammatory cytokine. زين بابا؟ يعني عندني الإندوتوكسين ماليغرام نيجاتيف بكتيريا هنا بالمنجايتس عندنا لايبو اوليغو او اذر يعني باسيلاي جرام نيجاتيف باسيلاي هو لايبو بوليسكرايد اتاتش وذ ذا ماكروفاج باي ريسبتر راح يحفز لي الماكروفاج تو برودوس ماسيف اماونت اوف سايتوكين سايتوكينز اللي نسميها برو انفلاماتوري سايتوكين. زين بابا اهم 3 برو انفلاماتوري سايتوكين يعني هي المسؤولة هاي السيتوكين عن inflammatory response فسميناها برو لأن تكون تفرز من الماكروفاج produced by the macrophage قبل الinflammatory process فسميناها برو ما قبل الinflammation برو inflammatory cytokines. شنو الثلاثة؟ الانترلوكين 1 الانترلوكين 8 زائد التومر necrosis factor. زين بابا ال6 العفو الانترلوكين 1 انترلوكين 6 اور 8 زائد التومر نكروزنج فاكتور هذني ما علينا باسمائهم هسه عرفناهم هذني ايش راح يسوون انفرزن بكميات هائله بالبلد. اذا عندي ماسيف اماونت اوف برو انفلاماتوري سايتوكينز اللي هي انترلوكين 1 انترلوكين 6 والتومر نكروزيس فاكتور ان ذا بلد. ذيس راح تسبب لنا ثلاث شغلات هاي البرو انفلاماتوري سايتوك اما تشتغل لي دايركتلي او اندايركتلي وتسبب لي الهايبوتنشن اند سيكويلي اوف هايبوتنشن هاي وحده هسه راح نشوفها او اكتيفيت الكومبلمنت سيستم ونشوف اثارها او اكتيفيت الكوغوليتوري سيستم وسببني يعني vascular clotting. زين بابا هاي الماسيف راح نعيدها اما تشتغل دايركتلي او اندايركتلي وراح تعطيني السيكويلي مال الهايبوتنشن ان سيبسيس او اكتيفيت الكومبلمنت سيستم او اكتيفيت الكوغوليتوري سيستم او الكاسكيد سبب لي بلاد كلوت. نجي للحقل الاول اللي هو الماسيف برودكشن هاي برو انفلاماتوري سايتوكين الثلاثه قسم منهن تروح للهايبوثالاموس وتسوي لي اب ريجوليت اوف ذا ثيرموستات اوف ذا بودي وانكريز ذا فيفر انكريز ذا تمبرتشر سبب لي الفيفر. اذا تروح للهايبوثالاموس اند ليد تو انكريز ان ذا تمبرتشر اوف ذا بودي يعني زيد لي ثيرموستات اوف ذا بودي وزيد للتمبريتشر. اذا عندي اول فيتشر مال السيستميك انفلاماتوري اللي هو انكريز ان تمبريتشر بس بالالدر دي بيشنت اب نورمال ممكن اشوف الهايبوثيرميا ديكريز ان فالسايتوكين راحت للهايبوثالاموس سببت لي انكريز ان ذا تمبريتشر. زين النقطه الثانيه انه هاي تروح ممكن للليفر السايتوكين اند ليد تو production of what is called acute reactant protein. Or acute phase reactant or acute phase protein. مثل ايش؟ مثل C reactive protein. أو الفايبرينوجين. إذن عندي ممكن زيادة بالC reactive acute inflammation. خاصة بالسبسيز لأن this cytokine act on the liver and lead to increased production of
C-reactive protein. بعد ممكن تروح this cytokine and act on the bone marrow and شو السبب لي بالبون مرة increase the production of white PC يا white PC النيوتروفيل النيوتروفيل increased in the acute sepsis زين لأن عندي acute inflammation acute bacterial inflammation إذا النيوتروفيل هو اللي يزيد وبعض الأحيان الزيادة البون مرو بعد ما يلحق لأن أنا أحتاج نيوتروفيل أحتاج وايت بي سي لأن عندي إنفكشن بعض الأحيان حتى نشوف إيماتور سيل سيل إن ذا بلاد نسميها الباند سيل اللي هذا what is called the right shift إذا زاد الإيماتور أو الباند سيل of نيوتروفيل بالبلاد أكثر من 10% نسميه right shift إذا ممكن بالسبسيز أشوف ليوكوسايتوسيز نيوتروفيليا تزيد أعداد النيوتروفيل وعندي الإيماتور نيوتروفيل نسميه الباند فورم اللي هو نطلق عليه إذا زاد أكثر من 10% من النيوتروفيل هي إيماتور نسميه رايت شيفت زين بعد ممكن يسبب لي بالديابيتيك بيشنت دي سايتوكينز الهايبرغلايسيميا لأن هذا عندي بادي ستريس السبسيس بالديابيتيك بيشنت هو ستريس كونديشن فممكن يسبب الهايبرغلايسيميا وما ندخل بال بس بالنورمال بيشنت يعني نون ديابيتيك بيشنت وذ سبسيس هذا ممكن يسبب لي هايبوغلايسيميا بالعكس لان نفس هاي السيتوكين ونفس التوكسين هو هاف وات از كولد الانسولين لايك اكشن شغله نفس شغل الانسولين أو يزيد لي البرودكشن أوف أنسولين فيسبب لي هبوط بالبلد جلوكوز هايبوغلايسيميا زين فعرفنا الفيفر من إجتي عرفنا الانكريز من الوايت بي سي والنيوتروفيل والإيماتور سيل لأن شغلة على البون مرو عرفنا أنه ليش السي رياكتيف بروتين and other reactant protein تزداد لأن act on the liver وعرفنا انه ليش بعض الاحيان يصير عندنا هايبوغلايسيميا او هايبر غلايسيميا ان دايابيتيك بيشنتس دكتور العفو بلا زحمه اذا نعم. ممكن الهايبوغلايسيميا تعيدها اذا ممكن نفس الاندوتوكسين او هسه البرو انفلاماتوري سايتوكينز طبعا هي الميكانيزم احنا قاعد نبسطها بصراحه هي يعني اوسع من هذا بكثير بس احنا نقول هي ممكن ذيس سايتوكينز اللي هي برو انفلاماتوري act as insulin يعني insulin like action فسبب لي الهايبوغلايسيميا and other mechanism ان شاء الله بالسمول جروبينج يشرح لكم اياها الاساتذه حتى نلحق هسه نجي للنفس هاي السيتوكينز تشتغل على blood vessels زين بابا الهايبر لا بعدين نشوفها بابا الهايبر يعني اي ستريس الانفكشن هنا سبسيس ستريس هذا يحتاج لربع ساعه شرح بس ممكن بالديابيتيك بيشنت يسبب لي هايبرغلايسيميا كأي ستريس يتعرض له بالام اي بالاني سيفير كونديشن ممكن يصير عندي هايبرغلايسيميا هذا موضوع اخر زين نعم انسولين ريزيستنت تمام احنا هنا هسه نجي للشغل الاهم انتوا بس صبروا وياي بابا احنا راح نطول اكثر من التسعة يعني يعني اكثر من ساعة المحاضرة يجوز احنا هنا نفس السيتوكينز تشتغل على البلد فيزلز تسبب لي شنو تسبب لي فازو دايليتيشن زين وتسبب لي ايضا شنو تسبب لي انكريز ان ذا بيرميابيليتي اوف كابيلاري اذا الفازو دايليتيشن وانكريز بيرميابيليتي اذا الفلويد فروم ذا بلاد تو ذا شنو اكسترا فاسكولار يعني راح يصير ليكينج فروم ذا انترا فاسكولار تو اكسترا فاسكولار سبيس اذا الفازو دايليتيشن والهايبر بيرميابيليتي راح يزيدن لو نقصن البلد بريشر راح ينقصن البلد بريشر ليش لان البريفيرال يعني توتال بريفيرال ريزيستنس راح يقل اذا راح يبدي لي شنو يبدي لي شنو انه البلد فوليوم راح يكون اقل وذ وازو دايليتيشن يعني ما عندي بليدنج بس البلد الفوليوم بلد قل لان ديو تو ليكينج اوف فلويد
hyperpermeability. إذن الـ total peripheral arterial pressure يقل، وأيضا نفسها راح السيتوكين تشتغل على الهارت تقلل لي الكونتراكتيليتي، فاثنين راح يبدا شنو ينقص بال يعني بدايه البلد بريشر. واحده من الرفلكس حتى يعني يسيطر الجسم حتى يعني يرفع الضغط او يخليه عند within the normal level هو what's called the baroreceptor. الباروريسبتر راح تشتغل، الميكانيزم راح ناقشها بالسمول جروبينج ديسكشن ان شاء الله. الباروريسبترز راح تزيد لي شنو الكونتراكتيليتي مال الهارت، وزيد لي شنو الهارت ريت. فلذلك عندي بالسبسيز عرفنا منين اجت التاكيكارديا، الانكريز ان ذا هارت ريت ديو تو ديكريز ان ذا توتال ارتيريال بريفيرال بريشر ديو تو فازو دايليتيشن والانكريز بيرميابيليتي. زين البارارسبتر راح تشتغل راح يزيد لي الهارت ريت، بس هنا المستوى يعني الهارت ريت والكونتراكتيليتي راح تزيد مال الهارت، بس الى مستوى يعني بالادفانس ستيج ما تسيطر لي على البلد بريشر، ما تحافظ لي على النورمال ليفل اوف بلد بريشر. ودي النورمال ليفل راح يبدي البلد بريشر ينخفض ويصير عندي الهايبوتنشن مثل ما شفنا بالستيجات. زين هذا ايضا السيتوكين ممكن تشتغل على الماستيال، وايضا تفرز لي البازو اكتيف سبستانت مثل الهيستامين، وشغله نفسها شغل السيتوكين على البلد فيزل ايضا راح يسوي لي البازو دايليتيشن ويزيد لي البيرميابيليتي ويقلل لي البلد فوليوم، يقلل لي البريشر حال يعني السيكويلي مال الهايبوفوليميك شوك. هاي كل هاللمب الأول أو الشطر الأول من الأكشن of the cytokines. الشطر الثاني أو نجي نكمل هنا. إحنا هنا إذا صار أدي decrease in the يعني blood volume وhypotension، إيش راح أتوقع؟ الhypoperfusion of شنو؟ of tissue and organs. فأني لما عندي hypoperfusion للليفر راح يصير عندي شنو liver dysfunction، وذا سيفير يعني decrease in perfusion ننتهي بليفر فيلر. زين وهذا راح يزيد لي طبعا الابنورمال ليفر فانكشن تيست، يعني البيليروبين ممكن يزيد، الالكالين فوسفيتات اليفيتد وهكذا. الهايبر بيرفيوجن للكدني ايش راح يسبب لي؟ decrease in the renal function، يعني renal dysfunction، وممكن ينتهي بالادفانس ستيج ينتهي بالرينال فيلر. فاني اتوقع شنو كل الرينال فانكشن تيست تكون ابنورمال، يعني البلد يوريا راح تكون اليفيتد، السيرم كرياتينين اليفيتد. زين هنا نجي للبرين، البرين ايضا شنو هايبر بيرفيوجن تو ذا برين. الهايبر بيرفيوجن تو ذا برين راح يسبب لي شنو؟ alternation in the mental status, disorientation, confusion and other. ممكن ينتهي بالكوما بالadvanced stage. زين لللنج، اللنج المشكلة هنا. الhypoperfusion of the lung tissue واحدة من الميكانيزم قلنا شنو؟ hyperpermeability. إذن أتوقع شنو leaking to the lung tissue of fluid from intravascular to extravascular. إذن edema of the lung tissue، وأيضا ممكن ال fluid هذا ال leaking of fluid fill the alveolar space. إذن alveoli كلها تمتلي بفلويد، ال lung tissue كلها شنو fluid. إيش أتوقع؟ الغاز إكسشينج نورمال أو أبنورمال؟ أبنورمال، يعني الإكسشينج أوف أكسجين راح يكون شنو؟ very difficult. فش راح يصير عندي due to edema of the lung tissue due to the fluid in the alveoli، إيش راح يصير عندي decrease in the gas exchange، راح يسبب لي الهايبوكسيا، decrease in the oxygen tension in the blood، يعني الأكسجين saturation راح يقل، البارشيال اوكسجين كونسنتريشن
أيضا يقل، إيش راح يؤدي لي؟ كرفلكس increase in the respiratory rate. فإحنا شوفوا بابا قاعد نشوف الفيتشر كلها الأربعة فيتشر، الفيفر فسرناها، التاكيكارديا فسرناها، increase in the white PC فسرناها، increase in the respiratory rate هم فسرنا، اللي هي الفور فيتشر. إذا توفرت اثنين قلنا دخل هو بالسيستميك انفلاماتوري ودخل بالسبسيس إذا كان البكتيريا أو التوكسين بالبلد. زين، إحنا هنا إذا الأكسجين قل وعندنا هايبوبرفيوجن أصلا للأورغانز، إذن راح يزيد لي الهايبوكسيا أو ذا، يعني يزيد لي الطين بلة. هو أصلا البرفيوجن قليل، يعني البلد سبلاي تو ذا أورغان أند تشو قليل. إضفنا لها شنو الهايبوكسيا، الأكسجين بهذا البرفيوجن قليل، هو قليل. فش أتوقع التشو أند أورغانز تحتاج شنو؟ الأكسجين فور إنرجي برودكشن فور ميتابوليزم. زين، احنا الجلوكوز يحتاج الجسم حتى يعطيني شنو باي الكريب سايكل اند سكند ستيب حتى شنو يعطيني الانرجي. فالبريكنج داون اوف جلوكوز باي جلايكولايسيس الايروبيك تعطيني بالنهايه ووتر وسي او 2، بس تحتاج الاكسجين حتى تعطيني الانرجي الاي تي بي. زين، هنا ما عندي اكسجين، عندي هايبوكسيا قليل، فهنا البريكنج داون اوف اكسجين يزيد حتى يعني يعوض الجسم، بس هو ماكو اكسجين. فانيروبيك طبعا جلايكولايسيس، يعني انيروبيك بريكنج داون اوف اكسجين ايش راح تنتج لي؟ ما تنتج لي ثاني اكسيد الكربون ووتر، تنتج لي شنو؟ لاكتيك اسيد. فراح وات از كولد ذيس هايبوكسيا ليد تو انيروبيك جلايكولايسيس ذات ليد تو شنو؟ انكريز ان ذا لاكتيت اوف ذا بلاد، فيصير عندي لاكتيك اسيدوسيس. فاذا تتذكرون الفور فيتشرز اوف هايبوبرفيوجن اوف تيشو، أوليجيوريا فسرناها لأن أدي رينال ديسفنكشن، الفنكشن of كدني قل، أدي تشينج إن ذا مينتال ستيتس، الهايبوبرفيوجن أوف ذا برين والهايبوكسيا، أدي شنو؟ اللاكتيك أسيدوسيس وعرفنا سببه، وأيضا عندي الهايبوكسيا. إذا تتذكرون بالسكند ستيج مال السيفير سيبسيس، الهايبوتنشن أيضا عرفنا. هاي كلها السيكولي أوف ماسيف برودكشن أوف سايتوكينز اللي هي برو انفلاماتوري. السكند واي هو اكتيفيشن اوف ذا كومبلمنت سيستم. الكومبلمنت سيستم اذا تعرفون هو متكون، تاخذوه هسه محاضره كامله ان شاء الله، هو متكون من شنو؟ من ماني فاكتورز، من واحد سي 1 الى كومبلمنت كومبوننت 1 الى 9. وحده من الكومبوننت اللي after activation of complement هو what is called C3A و C5A، هذين نسميه أنافيلاتوكسين. هذا نفس الشغل مال السيتوكينز على blood vessels، أيضا يسببن لي vasodilatation و increase permeability. إذا راح يزيدن لي الطين بلة، إنه decrease perfusion of tissue and increase the hypotension. النقطة الثالثة هو الاكتيفيشن اوف كلوتينج سيستم اوف اور كوجولاتوري سيستم، راح ينتهي بتكوين البروثرومبين اند ثرومبين بالنهاية. الثرومبين ليد تو شنو؟ كلوتينج اوف سمول بلاد فيزلز. يعني انا لما اسوي كلوتينج اوف سمول بلاد فيزلز، انا شنو؟ قطعت البلاد سبلاي تو تيشو اند اورجانز، هذا راح يزيد لي الطين بلة مرة أخرى. يعني البرفيوجن راح يقل التشيو، الأنوكسيك ستيت راح يزيد ميليد تو التشيو نيكروسيس. فإحنا هنا بالنايسيريا منينجايتس بالأطفال ممكن يصير سيفير إسكيميا تو ذا فينجر تو ذا فوت أند هاند، بعض الأحيان سيفير إسكيميا حتى يفقد الطفل يعني أو البيشنت أطرافه، يعني إيديه أو أقدامه. زين، ها
هاي تقريبا الميكانيزم. هاي اذا عرفناها بابا عرفنا كل الميكانيزم of the هنا هاي الصوره يعني شوف severe septic necrosis due to hypotension, decrease perfusion, hypoxia and clotting. شوف هذا الصوره بالاسفل هي severe ischemia to the finger. هاي بحالة النايسيرة من الانجايتيس يعني سيبسيز. زين الانفستيجيشن إذا افتهمنا الميكانيزم كل الانفستيجيشن اللي هي urgent investigation اللي ممكن نحتاجها للمريض عرفناها. full blood count عرفنا نشرح نشوف بالبلد انه النيوتروفيل يزيد الوايت بي سي يزيد الممكن أدنى بالش اسمه الليفت شيفت انه الباند سيل ممكن يزيد يعني الاماتشور نيوتروفيل. ايضا عندنا لما ادي الكلوتينج سيستم اسوي لها اكتيفيشن يعني البليتليت تساهم بتكوين الثرومباي اذا راح يصير عندي شنو نقص بالثرومبوسايت فعندي ثرومبوسايتوبينيا لان صار يعني ماسيف برودكشن اوف كلوتس. الكلوت تحتاج شنو بليتليت فور فورميشن اذا عندي استنزاف للبليتليت فراح يكون ادي وات از كولد ثرومبوسايتوبينيا يعني تقلل الثرومبوسايت فالوايت بي سي يزيد نيوتروفيل يزيد ود ليفت شيفت وعرفنا شنو الليفت شيفت وممكن ادي شنو الثرومبوسايتوبينيا البليتليت تقل. بالالدرلي بيشنت ممكن قلنا يصير عنده هايبوثيرميا وممكن يصير عنده شنو ديكريز ان ذا وايت بي سي. هاي الميكانيزم اخرى طبعا يعني الالدرلي بيشنت يكون وذ اتيبيكال فيتشرز الرينال فانكشن سيس تكون اب نورمال عرفناها اليوريا والكرياتينين انكريزد ادنى اب نورمال ميتابوليك ستيت قلنا ميتابوليك اسيدوسيس عفوا اي وعندنا الريسبيراتوري الكلوسيس ممكن اتوقع يعني اب نورمال ميتابوليزم فاتوقع الاب نورمال الكترولايت. أنا للبلد أسحب حتين for specific diagnosis أحتاج يعني البلد aspiration by EDTA بطل هذا يحتوي على anticoagulant. البلد شوغر ممكن قلنا hyperglycemia بالديابيتك due to insulin resistance or non-diabetic ممكن أدنى hypoglycemia. الليفر function أيضا قلنا abnormal due to يعني hypoperfusion of الليفر وممكن السيرم بيليروبين والالكالين فوسفيتات تكون ابنورمال ان انكريست. السيرياكتيف عرفنا ليش ازداد لان يكون بس يكون نون سبيسيفيك فور انفلاميشن ماركر فور انفلاميشن. الكوجوليشن بروفايل لان احنا عندي هنا مثل ما استنزاف للبليتليت عندي الكوجوليتري فاكتورز كلها راح يصير بها استنزاف فاحنا راح نتوقع انه البليدنج تايب برولونج فالبي تي البي تي تي تايم هاي يعني التايمز فور ميجر ذا كوجوليتري تايم راح تكون كلها برولونج يعني وقت التخثر راح يكون طويل احنا استنزفنا عوامل التخثر بينما الفايبرينوجين نتوقع شنو ديكريز. كل هاي علامات انه الديسيمينيتد انترا فاسكولار كوجوليشن دي اي سي. والبلد غاز عرفنا انه الاكسجين ليفل راح يكون شنو لو لان عندي الاديما اوف ذا الفيولاي والاديما اوف بلد بالمونري تيشو ذات ليد تو ديكريز ان ذا اكسجين اكسشينج اند ديكريز ان ذا ليفل اوف اكسجين اللي وات از كولد نسميها الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. زين هذا البل دايجنوسيس بالتريتمنت طبعا هذا هم ال ان جنرال هنا بالنقطه يعني عندي 6 بندل او سبسيس 6 يكون اجراءات 6 انا اسويها باول ساعه من استلم المريض. اول 2 هذين بالاحمر انه هاي سبورتيف تريتمنت اعطي لان هايبوكسيك بيشنت اعطي هاي فلو اوكسجين وهو هايبوتنشن بيشنت يعني ديكريز ان ذا بلاد بريشر كون اعطي اي في فلويد. الثالث هو سبيسيفيك تريتمنت بينما الاثنين الاولى هي سبورتيف تريتمنت هنا نعطي امبيريكال انتي بايوتيك اي في طبعا نعطي مو اورال حتى رابيد اكتنج. الرابعه والخامسه هي فور ايفالويت ذا بيشنت
أنا evaluate the state and follow up. فأقيس السيرم لاكتيت طبعاً ممكن ألقاه مرتفع وألقاه مرتفع والسيفيريتي مال الارتفاع هي تحدد لي السيفيريتي of sepsis. فالسيرم لاكتيت والميجر ذا يورين أوتبوت لأن عندي الرينال بريفيوجين يقل راح أتوقع تبدي الأوليجيوريا إلى أن تنتهي بأنيوريا. فالرابع والخامس هي to evaluate the state of the patient and follow up. السادسة طبعاً blood culture and other culture. زين حتين شنو for specific diagnosis. فالاثنين الأولى for supportive treatment، الثالثة هو specific treatment، الرابعة والخامسة هي for evaluation and follow up، السادسة هي for specific diagnosis. طبعاً هنا قلنا هاي ال patient ال female هي شخصناها بأنه هي شنو التشخيص السبيسيفيك هي الكوز هو المايكرو أورجانيزم هي جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي هي نايسيريا منينجايتيتس. النايسيريا منينجايتيتس سببت لي بسبب الهيستوري اند اكزامينيشن عرفنا انه والانفستيجيشن سببت لي سبسيس أكيوت سبسيس وذ منينجايتيس لأن بالفيتشر إذا نشوف بالهيستوري أكو سيفير هيديك High temperature, neck rigidity, زين and other feature كلها تدل على إنه شنو المينينجايتس with the three mild hypotension, the temperature increase, the white PC زادت, the tachycardia, tachypnea, the feature mild systemic response إذا شخصنا كسبسيس. البيست يعني empirical treatment هو السيفيترايكسون هذا ضمن السيفالوسبونين جروب ضمن البيتا لاكتام جروب. طبعا اني ماني فاكتور حتى نقطي الامبيريكال اشوف الايج اوف ذا بيشنت اشوف الاختار امبيريكال مايكرو يعني انتي بايوتيك تكون اكت اون ذا سسبكتد باثوجين يكون يشتغل على هذا الباثوجين ويكون شنو يوصل للسايت اوف انفكشن. هنا عندي البلاد وعندي السيربروسباينال فلويد يكون يعبره لان عندي منينجايتس اند اكيوت سبسيس. فالانتيبايوتيك يكون يوصل للبلد ويكون شنو يوصل للسنترال يعني نيرفس سيستم فاختارينا هنا السب. طبعا اكو عوامل اخرى تكون باوعها قبل الامبيريكال انتيبايوتيك يوز انه هل هي بريجننت اور نوت هل الاميون ستيت زينه لو لا هي اكو يعني بريست فيدينج يعني لاكتيشن اور نوت اند اذر فاكتورز. بس هنا بوعنا على الايج بوعنا على التايب اوف باثوجين حتى نشتغل على المايكرو اورجانيزم الانتي بايوتيك والسايت اوف انفكشن حتى نعمل البريد برين بارير. طبعا الكومبليكيشن هنا عرفناها انه ممكن يسبب لي سيفير ريفيزبل هايبوتنشن هاي السيكولي او الكومبليكيشن ممكن رينال فيلر ممكن ليفر فيلر ممكن ريسبيراتوري فيلر انكريز انتراكرينال بريشر لان عندي edema of the chest and oozing to the cerebrospinal fluid فأتوقع البرجر يزيد والاسكيميك necrosis of digitals and feet due to severe hypotension, severe hypoperfusion, hypoxemia and clotting or thrombosis of the small blood vessels. Diagnosis طبعا specific diagnosis بهاي الحالة هو أنا استخدم البلد كلتشر فور يعني حتى نزرع والسيربرو سباينال فلويد كلتشر واستخدم بعض الاحيان الموليكولار بي سي ار للبلد والسي اس اف. زين هذا للاطلاع. الكوز قلنا هنا المايكرو اورجانيزم انا شويه طولت عليكم خمس دقائق ان شاء الله. المايكرو اورجانيزم هي الجرام بوزيتيف ديبلوكوكاي اذا هي بوزيتيف مو نيجاتيف هي كوكاي مو باسيلاي ودائما تظهر على ديبلو يعني كل اثنين سوا متلاصقات. طبعا هاي البكتيريا هي شنو ال ناخذ بت فيتشر يعني رئيسيه عليها بعض ما عرفنا انه جرام بوزيتيف وكوكاي جرام نيجاتيف وكوكاي انه كبسول تحتوي على كبسول مثل ما شفنا بالصوره بالمخطط السلايد اللي اخذناه. هذا الكبسول تكون خارج السيل وول يعني اخر لاير
cover the bacteria. على ضوء هذا الكبسول أنه الجسم يكون antibody against this capsule. عندنا نقسم حسب النوع of this يعني polysaccharide of this capsule إلى 13 نوع، اللي هي هاي 13 نوع أهمها خمسة تصيب الإنسان أو أهم خمسة تصيب الهيومن هي الـ A, B, C, W والـ Y. ممكن الـ polysaccharide أو ذا كبسول نستخدمه في إنتاج الفاكسين. إذا عندي فاكسين against الـ Neisseria meningitis أدي للـ A للـ C للـ W للـ Y. الـ B ما عندي، فعندي هاي أربع أنواع من الخمسة المهمة من الـ 13 هنا ممكن عندي فاكسين، وبعض الأحيان الفاكسين يحتوي على كل الأربع بوليسكرايد. فأني البوليسكرايد قسمت استفاد منه أقسمه إلى 13 سيرو جروبس ممكن استفاد منه بإنتاج الفاكسين، وهو يكون لي مناعة. بس أني المناعة مثل إذا أنصبت بالجروب أي تصير عندي مناعة، بس ما راح تكون عندي مناعة للبي، لأن هي إذن specific immunity against this polysaccharide capsule. النقطة الأخرى بأنه الكبسول نفسها تستفاد من البكتيريا حتى تهرب من الفاغوسايتوسيس by the neutrophil، فهي يعني anti-phagocytic. زين عندي أخذنا أيضا in this bacteria قلنا هي ما طول جرام نيجاتيف ولو كوكاي، فعندي اندوتوكسين بالاوتر ممبرين. الاندوتوكسين اسميه اللايبو اوليغوساكرايد، وقلنا هو سبب كل المشاكل اللي واجهناها بالباثوجينيسيس اوف اكيوت سيبسيس. تقريبا حوالي من 10 او 5 الى 30% من اليانج بوبوليشن، احنا هسه لو اخذنا سيرفي احنا نحمل this bacteria in our nasopharynx. احنا يعني بالفارينكس مالتنا بالحنجره احنا نحمل هذا حوالي من 5 الى 30% نحمل هاي البكتيريا كنورمال فلورا. زين انتقالها هاي شلون يكون؟ انتقالها عن طريق شنو؟ عن طريق الريسبيراتوري دروبليتس، يعني دروبليت سبريت اللي هو دايركت او الدايركت كونتاكت وذ ذا سيكريشن. فهي المود اوف ترانسميشن هو اما يكون دايركت كونتاكت او باي لو شو اسمه دروبليت سبريد، اثنين هم دايركت. زين فروم ذا بيشنت يحمل البكتيريا الى نن انفكتد او نير كارير بيشنت. زين لما تنتقل البكتيريا من شخص اما مصاب او يحمل البكتيريا ككارير الى شخص ما يحمل البكتيريا، إما هذا يكون transient يعني راح يستقبل by inhalation هذا الميكانيزم of action، توصل للنيزوفارينكس الإميون سيستم يشتغل عليها ويسوي الكليرانس. فالكليرانس يعني بعد الاكتساب إما كليرانس يتخلص منها الجسم، أو راح تكون normal flora الوقت يعني مو يعني transient كارير يكون الإنسان. فالإنسان هذا اللي يكتسب هاي البكتيريا إما يتخلص منها مباشرة أو كليرانس يعني، أو كارير ستيت كاريج يحملها هاي لفترة ويكون يعني كارير of this بكتيريا ويكون source of infection of the other، أو لا إذا كان يعني تعيس الحظ هذا الشخص بعد اكتسابه للبكتيريا ممكن هاي توصل النيزوفارينكس وتخترق لي يعني انبيد تيشو توصل للبلد ستريم وممكن تسبب لي سبسيس او مينينجايتس لما توصل للسنترال نيرفس سيستم. طبعا الفيتاليتي اوف انفكشن يعني سبسيس اند مينينجايتس اوف ذيس بكتيريا هو حوالي 10%. طبعا مناطق يعني سب سهران افريقيا الصحراء الاسفل الصحراء الكبرى أفريقيا اللي تمتد من السنغال الأثيوبيا هي الانديميك أريا، هي التوطن أو هايبر انديميك أريا، ودائما الأوت بريك والإبيديميك أوت بريك يحدث بهاي المناطق، وأكثر شيء يعني بهاي المناطق هو الجروب أي. بينما الجروب بي مثل عندنا أو الدول الأوروبية بأمريكا
اللي هي sporadic cases مو outbreak endemic outbreak هي بسبب البي جروب بي. طبعا احنا عندنا بعد نقطتين عرفنا التريتمنت. اذا اجى سؤال البريفنشن اوف ذس بكتيريا اللي نايسيرا من انجكتيسس. اول بريفنشن هو مثل ما عرفنا هو الفاكسين، والفاكسين عرفناه هو نستفاد من البوليسكرايد كبسول اللي هي 13 جروب، بس اهم خمسه انواع اصيب الانسان هي اي بي سي دبليو واي، بس البي ما عندنا فاكسين إلى، تبقى الفاكسين هو للاي سي دبليو واي ويكون conjugated vaccine with conjugate حتى يزيد لنا the production of specific antibody. هنا عندي الكوادري ممكن ينجمع عن اثنين أو واحد أو أربع فاكسين بسنجل دوز. منو أنا الأشخاص اللي ممكن يعني أطعمهم أو أعطيهم هذا الفاكسين؟ طبعاً البيشنت with asyplemia يعني without spleen، إما due to surgery or functional يعني due to congenital anomalies. لأن السبلين هنا أخاف طبعاً أني من البكتيريميا اللي هي سبب لي سبسيس وممكن توصل للcentral nervous system. أهم فلتر بالblood infection يعني بالبكتيريميا هو الليفر، السبلين العفو، بينما الفلتر بالتشو هو الليمف نود. فالأسبلينيك بيشنت أخاف يصير عندهم منينجوكوكال منينجايتس انسبتيسيميا لأن الفلتر مال البلد ما موجود اللي هو السبلين، فهذول أعطيهم فاكسين. أيضا الانتيبودي والكمبليمنت مهمة بال يعني immune against the infection. فأي patient with complement or antibody deficiency هو معرض للمينجوكوكال منينجايتس اند سيبتيسيميا فأعطي الفاكسين. أي واحد ممكن يروح الانديميك اريا يكون أعطي الفاكسين. أي واحد ممكن صار عنده بمنطقة أوت بريك يكون أعطي الفاكسين قبل الإصابة. أي جروبات هم closed population يعني يعيشون بالover crowded place أعطيهم الفاكسين اللي هم ثلاثة: الطلاب الجامعات اللي هم يعيشون بالأقسام الداخلية الضخمة طبعاً مو البسيطة، المجندين يعني العسكريين اللي معسكرات التدريب اللي هو أيضاً عندي أوفر كراودينج، وطبعاً إحنا أدنى هنا الحجاج religious pilgrim. إحنا هنا الحجاج العراقيين يأخذون فاكسين أجيس يعني منينجوكوكاي النايسيريا منينجايتيس قبل ما يروحون ضمن البروغرام. يعني واحد من الفاكسينز اللي ياخذوه هي اجينست النايسيريا منينجايتيس. زين، وايضا اللي يشتغلون بالمختبرات. اذا اول بريفنتيف ميجر هو الفاكسين، ثاني بريفنتيف ميجر هو البروفيلاكتيك انتي بايوتيك. طبعا هنا اذا اجى سؤال بانه اني اذا عندي صار كونتاكت وذ بيشنت وذ يعني sepsis or meningitis to do Neisseria meningitis. فإذا contact الفاكسين ما يفيدني، أول step أنا أخذ شنو prophylactic antibiotic لأن الفاكسين يحتاج لوقت يلا وبعض الأحيان booster dose. فإذا أجى سؤال أنه أنا شنو preventive measure after contact with infected person or carrier state يعني واحد يجوز carrier، أنا شو أقول؟ أخذ prophylactic antibiotic. أهم تو بروفيلاكتيك أنتيبايتيك هو ريفامبيسين وفلوكساسيلين، لأن هذين يصير بهن سيكريشن بالسلايفة فمهمات للبريفنشن. وأني أشكركم، طولت عليكم بس ردت يعني نغطي أكثر جوانب لأن الموضوع شوية معقد، بس بالشرح إن شاء الله سهل. إذا أكو أي سؤال قبل من المحاضرة. شكرا جزيلا.